في الفيديو ده مش هنتكلم عن مارلون براندو ولا هنتكلم عن فيتو كورليوني، احنا في الفيديو ده هنتكلم بس عن المشهد الافتتاحي للفيلم الاعظم في تاريخ السينما، الجزء الاول من جاد فادر. كنت عملت فيديو قبل كده عن الانترودكشن سين وازاي مهم ان المشهد الاول لاي شخصية يشرح لنا كل حاجة عنها، ويا سلام لو اول مشهد للشخصية هو اول مشهد في الفيلم، ده بيكون مهمته اصعب، وده بالظبط اللي ينطبق على المشهد الافتتاحي من فيلم جاد فادر، وازاي قدم لنا كل شيء محتاجين نعرفه عن مبادئ الشخصية دي من خلال مشهد تقريبا ما يتعداش الخمس دقايق. في البداية خلينا نشوف ازاي اقدر اقدم شخصية للمشاهد ما يعرفش عنها اي حاجة، واحاول اشرح كل تفاصيلها من خلال مشهد واحد بس. درس في صناعة السينما، اول حاجة احنا بنشوف شخص بيحكي مأساة حصلت له وبيطلب من شخص تاني انه يساعده، ولحد دلوقتي احنا ما شفناش مين الشخص التاني ده، ولكن احنا بنشوف قد ايه هو شخص قوي وعنده سلطات ونفوذ من خلال الفيزيكال اكشن، بإشارة واحدة من ايده بيحرك كل اللي حواليه. بعدها بنعرف ان الراجل ده بيرفض ان حد يتعامل معاه على انه مجرم او شخص مرتزق، علشان كده رفض طلب الحنوتي لما طلب منه انه يقتل مقابل الفلوس، لانه شايف انه في اهانة كبيرة ليه ومعاملة على انه مرتزق او شخص مجرم بيقتل بس علشان ياخد فلوس، في حين انه قال له لو كنت صديقي وبتعاملني كاصدقاء كان زمان حقك جالك واكتر كمان من غير ما تطلب، وكنت هوفر لك الحمايه دي. وده بيشرح لك فلسفه مهمه جدا عند الدون فيتو كورليوني، انه بالرغم من كل الاعمال السيئه اللي بيعملها ولكنه صاحب مبدا والعائله والصداقه والاحترام عنده اعلى واهم من اي شيء. وحتى شفنا ده بجمله عابره في نفس المشهد لما الحانوتي طلب منه يقتل العيال اللي اعتدوا على بنته، رفض وقال له ان بنتك لسه عايشه ودي كده مش عداله. ورجعنا تاني في اخر المشهد اكدنا على مبادئ الدون فيتو كورليوني من جديد بالمشهد ده. I'm a reliable people that aren't gonna be carried away. We're not murderers, despite what this undertaker said. وهنا بيكمن سر عظمة المشهد ده، انت خارج من مشهد واحد مدته تقريبا خمس دقايق عرفت كل حاجة انت محتاج تعرفها عن الشخصية دي، مبادئها وتصرفاتها وسلطتها ومدى وصول نفوذها كمان، وازاي رغم اعمال الدون فيتو كورليوني السيئة جدا والجانب المظلم عنده الا انه بيرفض يتعامل كمجرم ومش هيأذي او يضر حد الا لو الموضوع متعلق بالعائلة او الاصدقاء او البيزنس. وعلشان نقفل اخر نقطة في مبادئ الدون فيتو كورليوني ونأكد عليها، في المشهد اللي بعده شفنا العيلة بالكامل وهي جاهزة انها تاخد صورة في فرح بنتهم، ورفض انه ياخد الصورة من غير مايكل علشان العيلة هي الاهم دائما. وبعد نهاية المشهد ده واستكمالا للتسلسل بالكامل بنشوف حاجات كتير معظمهم اتكلمنا عنها قبل كده، زي اننا بنشوف علاقته باسرته، علاقته بسوني واسرته، والنصايح اللي بيوجهها له دايما، وهي ان الراجل هو اللي بيهتم بعيلته واسرته، وكمان مراقبته دايما لمايكل من بعيد وحبه لبنته ورقصته معاها زي اي اب مع بنته في يوم فرح. الدون فيتو كوليوني هو من اكتر الشخصيات المثيرة للاهتمام والمتناقضة في السينما بشكل عام، راجل قوي ومرعب ومجرم ولكن عنده مبادئ وحب لعيلته واصدقائه، راجل بيشتغل في كل شيء مخالف للقانون ولكن ما بيأذيش حد لمجرد الأذية، وكل ده تعرفنا عليه في مشهد واحد بس وهو المشهد الافتتاحي من فيلم The Godfather. ولحد هنا خلص الفيديو، لو عجب الفيديو لايك شير واشترك القناة، والأهم من كل ده انك انت تقول لي ايه اكتر مشهد بتحبه من فيلم The Godfather الجزء الاول، واشوفكوا الفيديو الجاي.